السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله يرحينا الله غادي نديروا مايونيز بلا بيض. اللي غادي نحتاجوا ليها كاس ديال العنبه ديال الحليب يكون بارد، كاس ونص ديال زيت العود، جوج معالق كبار ديال الخل، والملحه في مولينكس. كنديروا الحليب، غادي نديرو الزيت ماشي كلها غير الكاس، غادي نديرو الملحة، الخل، وغادي نخلطو مزيان. هانتوما المايونيز كي شفتو هي بدات كطلع. دابا غادي نخدم المولينكس، وانا كنزيد هذاك نص كاس الاخر اللي خلينا ديال الزيت. كي كطلع المايونيز عاديه، اتبعوا معايا الطريق. انا غادي ندير الزيت الزيت وخلي ديالنا كيحكم شي حاجه. المايونيز ديالنا كيجي على هذا الشكل بحال هكا. خاطر انا مازال غادي نقاد ليه لا سيزونمون حيت جاني ناقص في الملحه، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الثومه باش نسمو. غادي ندير الثومه، الدرس ديال الثومه اللي حكيت، والزعتر، غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه. انا كي قلت لكم جاني انا مسوس، غادي نخلطهم مزيان. هو هاد المايونيز كل ما كيبقى كيبرد وهو كيتجمع، يعني واخا تشوفوه بهاد لا تيكستور بحال هكا راه من بعد غادي يولي قاصح. وها هو المايونيز ديالنا موجود، وكنديروه مع الشلاضه، وكنديروه مع بزاف ديال الحوايج اللي كنبغيو نديرو مع المايونيز. وبالصحه والراحه.